أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ قال لا والله لا يا رسول الله لا أعرف من هو. قال إنه شيطان، إنه شيطان. الله يقول ما تشوفونه؟ الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو هريرة يوم من الأيام قال النبي له خذ زكاة رمضان وخلها عندك أمانة عند من؟ عند أبي هريرة. يقول فبت أحرس المال، طعام زكاة الفطر يحبسه حتى يوزع على الفقراء. يقول وفي الليل دخل رجل يسرق من أي شيء من المال. يقول فإذا برجل يسرق، فقام إليه أبو هريرة فمسكه، مسك الرجل، قال والله لأرسلنك إلى رسول الله، ما راح أهدك، أنت سارق تسرق من وين بعد؟ من الزكاة. فنظر الرجل وبكى، قال إني رجل كبير ومحتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة، فأطلقني يرحمك الله. فرأف لحاله أبو هريرة فأطلقه، سامحه لأن ما تمت السرقة، سامحه أبو هريرة. مشى في الصباح، جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال شيء. فلما نظر النبي إليه قال يا أبا هريرة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ إن هو إلا وحي يوحى، الله يخبره، إذا ما أخبر أبو هريرة الله يخبره. فقال يا رسول الله جاء يسرق فمسكته، فقال إني رجل كبير ومحتاج وعندي عيال ولي حاجة فتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أما إنه كذبك سيعود. شوف الليلة راح يرجع. فترصد له أبو هريرة شافه، فجاء السارق مرة ثانية فمسكه، قال إني رجل كبير وعندي عيال وعندي حاجة فاتركني، فتركه. اليوم الثاني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال جاء كما قلت يا رسول الله. قال ماذا قال؟ قال كذا. قال كذبك سيعود، راح يرجع الليلة الثالثة. مسكه أبو هريرة الليلة الثالثة، قال والله لن أدعك الآن، الحين غير، هذه ثالث مرة والثالثة تامة، الآن أذهب بك إلى رسول الله. قال سوف أخبرك شيئا فاتركني، أعطيك شيء بدل أنك توصلني لرسول الله. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تعجب أبو هريرة، كلام كبير هذا. راح حق الرسول الصبح، قال يا رسول الله جاءني فقال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك، يعني آية الكرسي إذا قلتها لا يقربك شيء حتى الصباح، صدقك. وهو كذوب، ترى هذا كذاب، لكن هالمرة صدق. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ تعرف من هذا؟ ما يدري، أول مرة يشوفه في المدينة. قال لا والله لا يا رسول الله لا أعرف من هو. قال إنه شيطان، إنه شيطان، كما قال الرب عز وجل ثم لآتينهم. يتشكلون، يتصورون، نسمع في الانترنت أحيانا يقولون شفنا جني. وين شفته؟ حاطين صورته بالانترنت، هذا شكله الحقيقي. يمكن يطلعون يوم من الأيام يقولون اكتشفنا أجهزة تصور الجن،
التصوير على هيئتهم الحقيقية. ايش راح نقول لهم؟ نقول كذابين، مستحيل تشوفون الجن، لأن الله جل وعلا يقول إنه يراكم، إبليس وكل ذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما تشوفونهم. إما أن تكون أنت صادق أو القرآن صادق، الله يقول ما تشوفونهم. طيب شلون أبو هريرة شافه؟ يتشكلون صورة الحقيقية، ما راح تشوفها. بعض المرات يتشكلون على صورة كلب أسود والقط الأسود، وبعض الطيور أحيانا، وأحيانا الحمار، أحيانا بعير مع شياطين البعير، وأحيانا يتشكل بإنسان، وأحيانا يتشكل بمخلوقات، وأحيانا تسمع صوته ما تراه، وأحيانا ترى أثره ولا تراه. أما واحد يطلع لنا يقول شفت الجني على حقيقته، نقول ما يصير، هذا يخالف ما في القرآن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أحبتي، عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات، لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل، في جفاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لو بدل من أن نشكو للبشر ساعة فرشت سجادتك وصليت 10 دقائق وقلت يا قريب يا رب، اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ابن عباس سافر، لا اتصالات ولا جوالات، ولا يستطيع أن يطمئن على أهله، وعنده بنية تساوي عندها الدنيا وما فيها. رجع بعد سفره متجه إلى بيته، أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجئه، ابن عباس عظم الله أجرك في ابنته. شوف الصدمة وانظر إلى الفاجعة، من جربها يعرفها. نزل من دابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخلة، ثم أخذ وضوء، ثم توضأ وقال الله أكبر. لما انتهى من صلاته جاءه الناس، يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك، ما سألت، ما ذهبت البيت تنظر ما الخبر، كيف ماتت؟ مباشرة صليت؟ اسمع الإجابة، قال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، إلا على الخاشعين اللي ذاقوا طعمها. اللهم إنا نسألك الفضل. فقال لهم الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وأنا صبرت وصليت وأحس أني مرتاح. ماذا تظن قال في سجوده؟ الله أعلم، وأنا وإياك تأتينا الأخبار، كم مرة حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفئدتنا قمنا نصلي ركعتين ونقول لله ما نحس به، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا. من يفعل هذا والله ينجو. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معك فأين مصائبك؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
الفلوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.